البيزا النيوكلياي او ما تسمى باسم جانجليا عبارة عن تجمع من السبكورتيكال جري ماتر، وتتكون من الكوديت نيوكلاس واللينتيفورم نيوكلاس والكلوستروم، جميعا بيشاركوا في تخطيط وتنظيم حركة العضلات. اكبر البيزا النيوكلياي هما كوديت نيوكلاس واللينتيفورم نيوكلاس، الاتنين بيقوموا بوظيفة محطة ارسال واستقبال بين كل من السلامس والسريبرال كورتكس في نفس الجانب. الكوديت نيوكلاس موازية لللاترال فينتريكلز، وتتكون من هيد وبادي وتيل. الهيد اوف كوديت نيوكلاس بيسيب مسافة صغيرة بينه وبين الفرونتال هورن اوف ذا لاترال فينتريكل، والتيل اوف كوديت نيوكلاس بينتهي عند الاميجدالة الموجودة في التيمبورال لوب. اللينتوفورم نيوكلاس عبارة عن كتلة من الجري ماتر على شكل عدسة محدبة تقع بين الانسيولا والكوديت نيوكلاس والسلامس. اللينتوفورم نيوكلاس يمكن تقسيمها الى جلوبس باليدس وبوتامين. الكلوستروم هي طبقة طولية رفيعة من الجري ماتر تقع بين الانسيولا واللينتوفورم نيوكلاس، ويعتقد انها بتشارك في الفيجوال اتنشن. يوجد ثلاث كبسولات كبار من الوايت ماتر، وهما الانترنال والاكسترنال والاكستريم كبسولز، بيفصلوا بين البيزا النيوكلياي وبينقلوا الالكتريكال امبالسز خلال المخ. الانترنال كبسول بتفصل السلامس والكوديت نيوكلاس عن اللينتيفورم نيوكلاس، والاكسترنال كبسول هي طبقة رفيعة من الوايت ماتر بتفصل بين الكلوستروم واللينتيفورم نيوكلاس، وطبقة رفيعة أخرى من الوايت ماتر تقع بين الكلوستروم والإنسيولار كورتكس وهي الاكستريم كبسول.